بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم الخميس الموافق 15/10/2020 من مجزر البساتين ومن مشروع صكوك الأضاحي، تم تحميل عدد 19 طن وجه إلى المحافظات الآتية: محافظة أسيوط 3 طن، محافظة سوهاج 3 طن، محافظة قنا 3 طن، محافظة أسوان 4 طن، محافظة القليوبية 3 طن، محافظة المنيا 3 طن، ومع كل سيارة مفتش عام من وزارة الأوقاف لتوصيلها إلى السيد صاحب الفضيلة وكيل الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والله الموفق.